ده معبد إدفو والبناء البطالمة بطليموس التاسع والعاشر والحداشر. رغم ان هو عهد البطالمة ولكن عليه رسوم فرعونية زي ما احنا شايفين عرضت عليها. وكما يقال ان هم عملوا الرسوم النقوش الفرعونية. معبد إدفو هو الصح زي ما قلنا اللي بناه البطالمة وعملوا عليه نقوش مصرية فرعونية قديمة على أساس إن هم يوصلوا للمصريين إن هم على نفس النهج والديانات بتاعتهم ونقدر إحنا نحكم إيه مصر. يعني معبد إدفو مش فرعوني، مش معبد فرعوني، معبد من البطالمة. يعني شايفين كده نعرف نوصل ولا لا. حاول تخش يا نادية. كان للعبادة.